بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نعرف نفسي، انا محمد سيداه، لاعب شطرنج من مدينه تطوان، حاليا كنلعب في فريق برج مرتين للشطرنج اللي هو برئاسه السي محمد الفزاري، وحنا حاليا كنتواجدوا مدينه اكادير، وبالتحديد فندق في بفندق فندق انزي الذي يتواجد في وسط مدينة أكادير كما كتشوفوا أمامكم. طبعا هذا الفندق هذا واللي جرت به منافسات المهرجان العاشر، مهرجان شطرنج الطفل، واللي يعني داز في واحد الظروف غاية في الروعة وظروف استثنائية. طبعا هذا جاء بعد المجهودات الكبيره اللي قام بها يعني جميع الاطراف المسؤوله عن تطور الشطرنج المغربي، لا من المكتب الجامعي، لا من رؤساء الانديه، لا حتى من اللاعبين والمؤطرين. وطبعا هذا كله كيصب في مصلحه الشطرنج المغربي اللي الحمد لله كنشوفوا انه في تقدم ملحوظ، واخير دليل على ذلك هو تنظيم المملكه المغربيه الدوره الاولى للاولمبياد العربي للشطرنج، اللي غتكون النسخه الاولى ديالو غتقام هنا في مدينه اكادير وبالضبط في نفس الفندق. وطبعا بالنسبه لهذا المهرجان هذا فيعني كانت اجواء تنافسيه كبيره في جميع الفئات، يعني كانت مشاركه كبيره، رغم يعني ان مدينه اكادير مدينه بعيده عن اغلب المدن المغربيه، ولكن حجت الفرق الوطنيه هي اللاعبين والمؤطرين، يعني كذا المؤطرين استفدوا من دورات تكوينيه حصول على شهاده مدرب. وطبعا يعني هاد الاجواء هذه كانت ساعدت بزاف اللاعبين فاش يقدموا احسن ما عندهم العطاء ديالهم. وطبعا من هذا المنبر هذا كنشكر مره اخرى كل من ساهم في انجاح ليس فقط هذه الدوره، ولكن في انجاح هاد الطفره النوعيه اللي كيعيشها الشطرنج المغربي، وكنتمنوا على انها تستمر. وايضا شكر خاص للسي يوسف جديدو اللي هو عضو في المكتب الجامعي وعضو في اللجنه الاعلاميه واللجنه التاديبيه ولجنه الشطرنج المدرسي بالجامعه الملكيه المغربيه للشطرنج، واللي كيقوم بواحد المجهودات جباره جدا صراحه في نشر رياضه الشطرنج. فهو ما يعني ما يكون من احداث شطرنجية وطنية فغالبا ما ستجد يوسف جديدو حاضرا بمصورته الاعتيادية ويلتقط الصور للاعبين، وهذا طبعا يعني نادرا ما نجده هذا الحب الكبير لهذه الرياضة والغيرة ديالو على الرياضة في البلد ديالو. وطبعا كنتمنى ليه كل التوفيق ان شاء الله في هذه المسيره ديالو، المسيره الدراسيه ديالو، المهنيه ديالو ان شاء الله، وتوفيق الجميع.